أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم التسجيلات القادمة، ولا تنسوا أن تعملوا لايك. حلقة هذه الصباح مع صديقنا صالح فخر الدين، الذي سيكلمنا عن الأديبة مي زيادة، عشيقة جبران خليل جبران. الأديبة مي زيادة، عشيقة جبران خليل جبران. في انتظار مجيئه أقدم لكم طبعتي العربية للقرآن. هو قد حضر. سوف صباح الخير أخي الصالح، أهلا وسهلا بك. أنا سوف أقدم إذا بداية طبعتي العربية للقرآن. هنا الكتاب أمامكم، الكتاب أمامكم، ويتضمن الرسم السرياني والكوفي لأول مرة في التاريخ، ويذكر أيضا مصادر القرآن وأسباب النزول والقراءات المختلفة والناسخ والمنسوخ ومعاني الكلمات المستعصية والأخطاء اللغوية والقراءة السريانية والعبرية. يمكنكم أن تحملوا هذا الكتاب من هذا الرابط الذي أمامكم، سهل نقله. أريكم داخل هذا الكتاب. في هذا الكتاب أربع خمس أعمدة. على اليسار عندكم القرآن بالسرياني، بالأحرف السريانية، ثم بالرسم الكوفي، ويصعب قراءته لأنه بلا نقط ولا حركات. بعد ذلك عندكم القرآن بالرسم العثماني مع النقط والحركات كما بين أيديكم، وأضفت له علامات الترقيم الحديثة. في هذا العمود عندكم الرسم الإبلائي، والذي يختلف عن الرسم العثماني. فمثلا السماوات نحن نكتبها هكذا، بينما في الرسم العثماني فمكتوبة هكذا من دون الألف. مثلا كلمة أساءوا، الذين أساءوا، هكذا نكتبها اليوم منذ أكثر من 1000 سنة. بينما في القرآن الذي بين أيديكم فجاءت هكذا. لن أطيل عليكم، فحلقة هذه الصباح مع ضيفنا صالح فخر الدين. أرجو أن تتدخلوا بعد تقديمه الموضوع حتى لا تتركونا وحيدين. أخي صالح فخر الدين، صباح الخير. صباح الخير، تحياتي أستاذ سامي، تحياتي لجميع المتابعين والضيوف إذا أتوا لاحقا. إذا حلقتنا اليوم هي عن مي زيادة، وأفضل ما وجدته في من كتب عن مي زيادة ويعرف عن حياتها هو مقدمة جميل جبر في كتاب رسائل مي، في كتاب لرسائل مي، وقدم لهذا الكتاب جميل جبر، وهو تحدث عن حياة هذه الكاتبة الرائعة. سأقرأ لكم ماذا قال وماذا كتب. هو كاتب، هو بنفسه كاتب أيضا. نعمل شير أستاذ للأشياء اللي بدي أعرضها أنا؟ طبعا شو طبعا رأيك؟ طبعا أحسن. أحسن. طيب هات المساوي. هاي نعم، هذه أمامنا.
الكتاب مبين قديم ومعمول PDF، وسأقرأ من هذا الكتاب المقدمة التي تتحدث عن مي زيادة بقلم جميل جبر. لا تذكر الضاء النهضة النسائية في الشرق العربي إلا ويتسابق إلى الأذهان تواً اسم مي الأديبة المجاهدة التي عاشت ما كتبت، فكانت حياتها المليئة خير ما تركت من الآثار. ولدت ماري زيادة في الناصرة، في ناصرة فلسطين، حيث ترعرعت وأتمت مبادئ الدروس حتى إذا بلغت عامها 14 دخلت مدرسة عيناطورة في سنة 1899، هاي عيناطورة في لبنان. وهناك عرفت بقوة الشخصية وحدة الذكاء وغرابة الأطوار. هون في هامش عن مي زيادة رقم 1 يحكي عن والدها لبناني ووالدتها شامية يقال، وولدت في فلسطين، فهي خليط. حتى في أحد مقالاتها تحدثت عن هذا الخليط، أنه ما هي هويتها أو لمن تتبع، فهل الشام ولا لبنان ولا فلسطين. كانت دقيقة الملاحظة، أنيسة العشرة، رضية الخلق، تحب اللهو والضحك والحركة، ولكنها كانت غريبة الروح، موحشة الفؤاد، تميل إلى العزلة، فتخلو بنفسها، تتنهد وتشكو وتكتب وتحسد العصافير المزقزقة حولها، تزقزق على هواها حرة طليقة. غادرت مي مدرسة عينطورة سنة 1904 إلى الناصرة، حيث أقام أبواها وقد أنجزت دروسها الثانوية بتفوق ملموس، فعاشت في تلك المدينة غريبة إلا عن والديها، تفتش عن طريقها متأوهة لا تستكين. هل ترى بعيشها الخامل المفقر فتكتفي وتستقر؟ لا، بل تتحرر من قيود وضعها، فتستثمر كل ذاتيتها الخصيبة وتملأ وجودها وتفعل. وانتقلت إلى القاهرة مع ذويها، حيث مجال العمل أرحب وأطلق، غير أن إمكاناتها المادية المحدودة حتمت عليها أن تبقى غريبة هنالك أيضا. فلا الأوساط الراقية كانت تعرفها فتقدر موهبتها، ولا مواردها المالية كفت لتتيح لها الظهور، فاضطرت إلى أن تحيا على الهامش حينا. فتألمت وشكت إلى نفسها حرقة النفس، وعزمت على أن تلمع أو تموت. يا هيك يا هيك، يا بالكل يا بلا الكل. في مسكن صغير آمن يكاد يخلو إلا من ضروري الأثاث، جلست ماري إلى طاولة مستديرة تتأمل وتدرس ليل نهار، لا تبالي مطلقا بنهي والديها عن جهد عقلي قد ينهك قواها. فطالعت في وحدتها تلك لامارتين، وهو كاتب، وكورناي وشيلو وبيرون وشيلي، كتاب هذول، وساحت معهم في أثير الشعر تحاول التفلت من وضعها الجائر. وطالعت أيضا سير من اشتهرنا ووجهنا من الأديبات، ولسيما مدام دي سي فيني وجورج صند ومدام دي ستال. فتساءلت غير مرة، لما لا تسير هي في أثرهن؟ ولا الحسن ينقصها، ولا العزم، ولا الذكاء. إذن ما يوجد قرار. ومن الأحلام ما إذا عاش صاحبها لا تلبث أن تتحقق. أحست ابنة الياس زيادة، اسم أبوها، يميل بميل جامح إلى الإخراج، فجعلت تكتب بالفرنسية شعرا ونثرا، وتنفح وتسقل وتنتج وتسقل وتنهي وتهيئ للنشر بعض مقطوعات. وإذ أيقنت أن اسمها لا يستلفت انتباه القراء فيقبلوا على تذوق كتاباتها، وهم
مفطرون إجمالا على الأخذ بالظاهر، اختارت لها اسما مستعارا موسيقي الواقع ينير الفضول، إيزيسكوبيا. إيزيسكوبيا بالهوامش بعد شوي منشوفه. وقعت به منشوراتها الأولى ووثقتها بالنجاح، وثقتها بالنجاح لا تحد. وشقت إيزيسكوبيا طريقها في أوساط الأدب المصرية بعد صدور باكورتها بالفرنسي، هون العنوان فلوس دي ريفي. فلهجت بذكرها المجالس متسائلة، من تكون تلك الأديبة الشاعرة؟ يعني هون هي عملت إثارة بهالموضوع، صاروا الكل بده يعرف مين هاي الشاعرة أو من هالكاتبة. إلى أن ظهرت ماري زيادة، وهو اسمها الأصلي مي زيادة، أول حرف وآخر حرف من كلمة ماري آخر الأمر، وانطلقت انطلاقة الحزم والإيمان. بيد أن شوفوا هالحيلة، يعني حيلة جميلة جدا في أنها تشهر نفسها. بيد أن هذه الشهرة التي طالما سعت إليها مي وحسبتها الدواء الناجع لقلقها لم تحررها طويلا من ربقة الكآبة، فما هي أيام حتى عودها السأم، فشعرت بعقب الحياة الرتيبة وأحست بالفراغ القاتم يسود أعماقها ولا يغيب، وتطلعت إلى المرآة ذات الصباح تناجي نفسها الشرود، فبدت لها غضاضة الصبا في أكمل حلقاتها وأبهج، وتراءى لها في الخيال الغد الرهيب يسم النظارة ساعة فساعة، يسم النظارة ساعة فساعة، فألقت بيدها تعبة عند موقع القلب وتمتمت ممتعضة ما أقسى الزمان، وانصرفت إلى حديقتها تغني بها تعنى بها وتغني. أو الخط قديم. ثم عادت إلى غرفتها ولما تنفرج فتناولت قيثارتها الصفراء ووقعت برساز شوبان وهي لا تنفك واجمة حزينة، إذ سألته أمها عم بها، حاولت التبسم واستهجنت السؤال، وماذا أقلق ميا وعذبها إلا وحشتها الجافة التي سعت عبثا لأن تبددها فتستقر، وعاودها الشوق إلى مدرسة عين طورة، إلى أيام تلمذتها، إلى صنين والوادي والبحر والأرز، إلى لبنان يعني، وما سلخت إزاؤها من فلذات متأججات عن ذاتيتها الفتية. فأمت لبنان سنة 1911 في طلب الترفيه والسلوى، وكانت شهرتها الأدبية قد تقدمتها إليها، صيتها وصل قدامها. وفي لبنان قصدت ظهور الشوير منطقة، فابتنت لها كوخا أخضر في حضن الطبيعة، تحول سريعا إلى محجة كتاب العصر، وقد أرادته خلوة هادئة تحلم في كنفها وتكتب وتلهو. وهناك في هدأة الكوخ الأخضر راحت تترجم الحب في العذاب بأسلوب عربي عذب، حتى إذا جاء الخريف عادت إلى مصر أنقول، ولم تزل تشكو الفراغ الذي لم تكن لتملأه طويلا، لا الحفاوة البالغة التي لقيتها حينما حلت، ولا خواطر مولر الشعرية وذكرياته الغبراء. وابتسمت مي لمودعيها، وابتسمت وهي تغادر ربوع لبنان، ورب ابتسامة زاهية حجبت شقوة النفس. إذن النفس تقول شيء وتتصرف بشيء بشكل بتخبي، يعني بتخبي أوجاعها وألمها. وفي مصر كتبت مي بجرأة واستمرار في المحروسة، اسم مجلة أبيها، وفي البروغري وغيرها من الصحف المصرية، ف
فاجتذبت إليها انتباه الأدباء، فالتفت حولها عدد من البارزين بينهم. جعلوا من منزلها صالة لهم، كانوا يرتادونها كل ثلاثاء، فيتباحثون في شؤون التأليف والفنون والثقافة، ويتشاورون في جو حصين يشيع فيه الطمأنينة حسن الفتاة العبد ويعززه الذكاء. وفي تلك الحلقات الأدبية الدورية طالعت مي مقالا لجبران خليل جبران. من هنا تبدأ القصة. فاستذوقت نهجه واستزادت، وقد لقيت لديه غصة ألم وضراوة وحشة وفورة جموح، طالما تنازعتها هي فأورثتها القلق الذي لا يهادن. ولم تكتفي بمطالعة جبران وحسب، بل راحت تستوضح سيرته وأوضاعه باهتمام جدي، كأنما هي أرادت أن تكتشف الينبوع الأصيل الذي فجر ذلك النتاج. وعن لها أن تكتب إليه، ولكن كيف تفعل وهي لا تعرفه؟ وبعد تردد طويل تناولت ريشتها وخطت أول رسالة منها إلى جبران، وكان ذلك في 29 آذار 1912. استهلت مي رسالتها بتعريف ذاتها فقالت: أمضي مي بالعربية، وهو اختصار اسمي مكون من الحرفين الأول والأخير من اسمي الحقيقي الذي هو ماري، وأمضي إيزيس كوبيا بالفرنجية، غير أن لا هذا اسمي ولا ذاك. إني وحيدة والدي، وإن تعددت ألقابي. وراحت تحدثه عن حالتها في مصر، وعن تآليفها وطريقة حياتها، وعن مشاريعها الأدبية وما إليها من شؤون خاصة بها. ما كانت لتذكرها لو أنها لم تشأ أن ترضي كبريائها الأنثوي بإقناعها جبران بأنها ليست متطفلة عليه. تكتب إليه. هون الهامش رقم واحد مرق معنا. من رواد صالتها كان ولي الدين يكن، أسماء مشهورة: طه حسين، خليل مطران، شبلي شميل أو الشميل، أنطون الجميل، هذا الكاتب للمقال، كاتب المقدمة، إسماعيل صبري، يعقوب صروف، المازني العقاد، كل المعروفين. واستمرت من ثم هذه المراسلة خصيبة بالشعور حتى وفاة جبران، مات جبران بحياتها. ونشبت الحرب الكونية الأولى، فانقطعت المواصلات بين العالمين القديم والجديد، فجزعت مي وترقبت على مضض انفراج الأزمة، إلا أنها لم تهمل صالتها العامرة ولم تنقطع عن الكتابة عزاؤها الأوحد، بل واصلت أبحاثها في مجلات المحروسة والمقتطف والمقطم والهلال. وقد درست بنوع خاص وضع المرأة الشرقية وبيئتها وطبيعتها، فأوضحت موجباتها وأيدت حقوقها، واتخذت من باحثة البادية مثلا أعلى للجهاد النسائي، وقد دفعها حبها الاستزادة من العلوم إلى الالتحاق بالجامعة المصرية، حيث تعمقت في دروس الفلسفة العامة والفلسفة العربية وعلم الأخلاق على المستشرق الإسباني الكونت جلارزا. وبعيد الحرب نشرت كتابها باحثة البادية، فلاق استحسانا كبيرا في أوساط الأدب في مصر وفي غير مصر، فازدادت ثقتها بنفسها، وجمعت بعض ما كتبته في المختطف والهلال والمقطم، ونشرته على التوالي في ظلمات وأشعة. من هذا الكتاب ظلمات وأشعة سوف أقرأ لكم مقال بعد قليل، وأيضا كتاب وبين المد والجزر والصحائف وسوانح فتاة، كما جمعت عددا من خطبها في كلمات وإشارات. وكان الحنين
يلج بها دوما إلى لبنان، فجاءته مرتين. هون بالهامش بقول أنه كانوا يستقبلوها استقبال الفاتحين في لبنان. وألفت وألقت فيه محاضرات قيمة عن رسالة المرأة. وفي سنة 1925 سافرت إلى إيطاليا تشاهد فيها عن كثب روائع رافائيل وميخائيل أنجلو ودافنشي وغيرهم من أعلام الفن العالمي الخالد. وأخذ الزمان يعبس لمي سنة 1928، فمات على التوالي صديقها يعقوب صروف أحد الكتاب وأبواها وجبران، فوجدت نفسها هرمة وحيدة. وفي ذلك المنزل الذي طالما عمر برواد صالتها وعودها في كنف ذويها الطمأنينة والرخاء، فاعتزلت العالم ظنا منها أن الوحدة خير بلسم لكلومها المعنوية، ولكنها لم تلبث أن ضاقت بوحدتها تلك، فنقمت على منزلها وما فيه من أشياء تذكرها بالأمس الرغيد. فسافرت إلى فرنسا سنة 1932 وجالت في حواضرها، وتوجهت منها إلى إنجلترا حيث زارت بلد شكسبير وأكسفورد، وانتقلت إلى سويسرا فإيطاليا متلمسة في كل مكان عزاء يدوم، ولكن نفسها القلقة كانت تترجح دوما في فجوة القلب الطعين. فملت السياحة وعودها الحنين إلى القلم، فرجعت إلى مصر وغيرت منزلها وراحت تترجم أعلام الفكر الإغريقي وتطالع وورثر وريني وتأملات لامارتين، محاولة أن تذهل عن نفسها حينا في غمرة العمل المرهق. وضاق بها الجو ثانية، فركبت البحر إلى إيطاليا حيث درست في جامعة بروجيه آثار اللغة الإيطالية، وجالت في متاحفها التي أوحت إليها بالأمس أبلغ الإعجاب، ولكنها لم تكن لتستقر على حال، فأخذت هنالك عوارض الأعياء العقلي تظهر على جسدها المثقل بالهموم والمشقات، فتعبت من الكتابة، فاستعانت بيد سكرتيرة وهي تترجم بعض المآسي، وعادت إلى مصر، فاشتد عليها المرض، وازداد تبرمها بالحياة، فقصدت لبنان موطنها الأول، تطلب الاستشفاء في ربيع سنة 1937، ولكن على غير طائل، فرجعت إلى القاهرة تجر أيامها جرا، حتى كانت خفقة قلبها الأخيرة في 19 تشرين الثاني 1941. أما رسائل مي فقد قال عنها أنطوان جميل: رسائل مي يجب الاحتفاظ بها لأنها نوع جميل من أدب الرسائل في الأدب العربي. ففي الأدب الفرنسي رسائل لأمثال فلوبير وفولتير وغيرهما، وفي هذه الرسائل تستطيع دراسة الكاتب أكثر من دراساته في مؤلفاته. وعندي لمي بضع رسائل أعتز بها لأنها أثر باقي من آثارها، ورأيي أن تجمع رسائلها إلى من اتصلوا بها وتنشر في كتاب خاص، ففيها ولا شك ثروة كبيرة وتراث أدبي نفيس. رحم الله مياً، لقد كانت على اطلاع واسع الحدود فسيح المعالم، وكانت شخصيتها تثبت مستقلة من خلال أفكارها وكتاباتها، فما قلدت كاتبا ولا حاكت مؤلفا، ولكنها ترجمت خلجات نفسها أو وحي ضميرها وسر شعورها، وكانت رفيعة في نقدها، رقيقة في مخالفة رأي غيرها، فما أذت شعورا ولا جرحت إحساسا. أنا بعتذر عن أخطاء بالقراءة نتيجة صعوبة الخط وقدم الكتاب صراحة. سأنتقل بكم إلى مقال كتبته في ظلمات وأشعة.
هذا المقال هو ظلمات وإشاعة، موجود من عدة مقالات، كل مقال له موضوع وكل له يعني أسباب. كتبت مقال تقول فيه أنا والطفل، من هون نحن نتعلم كيف شو نوع يعني سلاسة الكلام وسلاسة التعبير وجمال التعبير اللي بتكتب فيها مي. حقيقة في هذا المقال أنا معجب جدا. أنا والطفل، هناك بعيدا عن المدينة وضوضائها في الطريق المؤدية إلى قصر كان بالأمس للخديوي إسماعيل ولم يعد له، على شط معبود المصريين ومرضع سهول إيزيس، على شط النيل النائح في سيره على رفات العبارة المبعثرة في أعماقه، هناك روضة غناء مفتوحة لجميع الداخلين، وقد حفظ وجودها أحلام الزائرين المتأملين. قصدت إلى الحديقة في صباح يوم منير، نبت عني عادات المدينة، عادات المدنية، فافترشت الثرى كما يفتري السكان البادية رمال الصحراء، وتمددت على العشب الأخضر في فيء شجيرة عند قدمي أحد التماثيل المنصوبة هناك. لم أرى حولي سوى سيدتين إنجليزيتين مع إحداهما ثلاثة أطفال، وإن هي إلا دقائق حتى اقترب مني أحد هؤلاء وهو صبي في الرابعة من سنواته، فناديته قائلة تعال إلي أيها الصغير، فدنا واجما أو واجفا باسما، فسألته ألا تجلس على ركبتي، فجلس صامتا. ولما شعرت بثقل جسده الصغير ذكرت أخي الوحيد الميت، ووثب قلبي إلى شفتي وجالت الدموع بين أجفاني، فملت إلى الطفل أمتص من حلاوة وجنته لاهية بتلك القبلة عن كآبة متصاعدة من فؤادي كما يتصاعد الغيم من أطراف البحار. ما أعذب قبلة الأطفال وما أطيب طعم ابتسامهم. ثم سألت الطفل ما اسمك؟ قال روبرت. نظرت في وجهه فإذا به آية من آيات الجمال الإنجليزي، وجه شفاف كأنما هو عصير ورد وياسمين، وتجمد فنحت وجها بشريا، ورد وياسمين تجمد فنحت وجها بشريا، وفم كزر الورد لطفا وانكماشا، وجبهة كبيرة عالية يخفيها شعر ذهبي مسدول عليها، وعينان لهما زرقة عميقة كزرقة البحار. كزرقة البحار بعيد الغروب، وهما كبعض العيون الإنجليزية في جمودها الظاهر وحرارتهما الخفية وحلاوتهما وتلاعبهما. نظرت في جميع هذه الملامح متماعنة، فقلت للطفل من أين أتيت بعينيك يا روبرت؟ ومن أعطاك زرقتهما؟ أجاب ولم يفهم غير كلمتي من أعطاك؟ فأجاب ماما. قلت قرت عينا أمك بك، وأي عمل يعمل أبوك؟ قال ولثغاته اللطيفة تتدحرج على لسانه متعثرة بشفتيه بابا ضابط وأنا عسكري مثل بابا. قلت أنت جميل وأنا أحبك يا روبرت، هات يدك. قال يس ثانك يو. يد الأطفال عجيبة حلوة كابتسامتهم. أخذت يد روبرت أقرأ فيها ما خططه يد الأقدار، يد مربعة كبيرة الأبهام وفيها كل من خطوط الحياة والعقل والقلب واضح جلي، وتل المريخ يرتفع في تلك الكف الصغيرة متهددا متواعدا. فنظرت إليه وخطبته همسا، هذه اليد التي تنقل إشارتها اليوم، ما حفظته من إشارات الملائكة، هذه اليد التي لا تمتد إلا لمداعبة الندى ولمس الأزاهير، هذه اليد الصغيرة الطرية سوف تصير يد جندي، سوف تقبض على السيف والحربة
وتطلق النيران من أفواه المدافع سوف تفتك بحياة البشر أشرارا كانوا أم أبرارا. قال روبرت وهو يضرب أديم الحديقة بقدميه: أنا عسكري مثل بابا. قلت: نعم يا روبرت، عندما تبلغ سن التجند تصبح جنديا وستكون جميلا في ثوبك العسكري. ستكون جميلا جدا لكن أقل جمالا منك اليوم، وأنت بأثواب الطفولة سوف تبسم لك النساء لأنهن يملن إلى الجنود، ومذهب الأكمام والصدور يسير بهن إلى عالم الأحلام، وهذه اليد الصغيرة الضعيفة سوف تكون كبيرة قادرة وتؤلم وتشقي وتميت، سوف تلمس آلات التدمير والهلاك بعزم وثبات، وعيناك الجميلتان سوف تكونا عيني جلاد يرى الدماء والدموع دون أن يلين أو يرحم، وقلبك ترى كيف يكون قلبك الذي لا يدرك اليوم ولا يشعر إلا قليلا. أتكون من الكثيرين الذين لا يحسبون العواطف في الحياة حسابا فيلعبون ويضحكون ويتمتعون ويحزنون دون استباق أثر لما يختبرون، بل تمر الأفراح والأطراح على نفوسهم كما تسقط دموع الغيوم على صفحة الزجاج، فلا تترك عليها سوى ما لا يلبث أن يزول. أم تكون من أولئك الذين يشعرون بقوة وحدة ويتظاهرون بعكس ذلك كبرا وخجلا؟ هل تضربك يوما يد امرأة فتضع في عينيك للحب دموعا وتغمد في فؤادك من اليأس خنجرا؟ غدا يا روبرت تنمو جسدا ونفسا، غدا تقف على أحوال البشر فتجد ذاتك وحيدا في معترك الحياة، غدا تعذبك المسؤولية وتضنيك المجاهدة ويلذعك لهيب الفكر وتذيبك نار الهيام، غدا تذوق ظمأ الروح، غدا تصير إنسانا يا لهول الكلمة، غدا تصير إنسانا. أي حيوان وإلها معا، أي حيوان وإلها معا. صمت طويلا وفي ذلك الهدوء الشامل في حضن الطبيعة تصاعدت نغمة حلوة من أطراف الحديقة وانتشر تموجها عن أنفاس الأزهار، وكان ذلك صوت المؤذن يردد في الظهيرة ما أنشده في الفجر وما سيعيده عند الغروب. فسألته: هل سمعت الصوت يا روبرت؟ أجاب: ياس. قلت: عما قريب تعرف ما هي الميثولوجيا وما هي النصرانية وما هو الإسلام، عما قريب تفهم ما هو التعصب الديني والجنسي والعلمي والعائلي والفردي، عما قريب تعلم أن الأنسجة التي تخاط منها أثواب العرس تصنع منها أكفان الشهداء، عما قريب ترى الأقوام يفتكون بالأقوام لأنهم محتشدون حول قطعة نسيج بما يسمى العلم صبغت بلون غير لون نسيجهم، عما قريب ترى كل هذا يا روبرت وتشترك فيه لأنك عسكري مثل بابا. انفصلت عن روبرت بلا قبلة ولا تحية، أنا لم أقبله لأني وقفت متهيبة أمام رجل الغد منه، وهو لم يقبلني لأنني لم أعطيه كعكا ولا حلوى. حقيقة مؤثرة يعني هاي المقالة. الآن أنتقل بكم، ماذا قال الصحفيون أو ماذا قالت الصحف في قصة مي وجبران؟ سنقرأ لكم مثلا من هذه القصة رأي اليوم، أو نبدأ بهذه ربما. مي زيادة: قصة حب خلدتها الرسائل دون لقاء. الكاتبة أمنية أحمد من أكتوبر، من شهر أكتوبر 17 أكتوبر 2022، وعرضت صور لمي وجبران هنا، وتقتبس الكاتبة بعض الأشياء، سوف أقرأ قسم منها مش كلها. بيقول جبران: لا تخافي الحب يا رفيقة قلبي، علينا أن نستسلم إليه رغم ما فيه من الألم والحنين والوحشة، ورغم ما فيه من الالتباس والحيرة.
إحدى رسائل جبران إلى مي زيادة منذ طفولتها وحتى تشيب، نسمع دوما عن قصص حب أفلاطونية تأخذ قلبك نحو عالم آخر ومشاعر فياضة نقية. نتمنى أن نشعر بها يوما، قصص خالدة حتى وإن رجل أبطالها عن عالمنا، وإن رحل أبطالها عن عالمنا، ولكن ذلك الحب كان أكبر من أن تمحيه سنوات وربما عصورا طويلة. ولكن هل يمكن أن يجمع الحب الأبدي قلبين دون لقاء؟ هذه صورة كبيرة لمي. الله بيعلم بريشة الفنان كانوا جبران شافها ورسمها هيك، لأن مبيني رسم مش صورة عادية. وهي كمان صور. بيقول هون الأديبة مي زيادة، مي زيادة هي واحدة من أهم وأعظم شعراء وأدباء العصر الحديث. تلك المرأة الفلسطينية اللبنانية أصبحت من البارزين في الأدب النسوي، وذلك بالتحديد في القرن العشرين، ولكن اسمها الحقيقي هو ماري إلياس. انتقلت إلى مصر وعاشت فيها بعد أن عين والدها محررا في جريدة المحروسة، معروف. بنتقل فيكم لمقال قصة جبران بصحيفة رأي اليوم من 22 مايو 2018. الكاتب مولود بن زادي، كاتب جزائري مقيم في بريطانيا. قصة حب جبران خليل جبران ومي زيادة بين الواقع والوهم. أدب الرسائل جنس أدبي نثري. نكبر الخط شوي. المهم، أدب الرسائل جنس أدبي نثري قائم بين الأجناس الأدبية، له جمالياته وتقنياته الفنية، ومنه أدب الحب الحافل بخطابات تفيض بعبارات الحب ولوعات الشوق وحرقات الألم وذكريات الماضي وما يراود النفس من رغبات وتطلعات وأحلام، فضلا عن تبادل الأفكار وتقاسم التجارب والنصح والإرشاد والنقد. تبادلتها أسماء أدبية مرموقة عبر التاريخ في شتى أرجاء الدنيا، مسجلة ومضات نادرة ولحظات ممتعة في حياتها، من الأقلام الشهيرة التي كانت لها صفحات مضيئة في سجل هذا الأدب. جبران خليل جبران ومي زيادة اللذان عاشا علاقة طويلة دونما لقاء، وعرفت باسم الحب العذري أو الحب الصوفي، وما زالت هذه العلاقة تثير الأنظار والتساؤلات وتبقى موضوع بحث. الشعلة الزرقاء تلهب المشاعر، هذا كتاب جبران شغوف بأدب الرسائل، كمان هذا بعض ما كتب بهذا المقال. لقبت أيضا، جدير بالذكر أنه لقبت مي زيادة بفراشة الأدب نظرا لحساسيتها وخفة ظلها. من الخطأ الاعتقاد أن مي زيادة نزلت أعلى منزلة في نفس جبران، فالمرأة التي شغلت قلبه وفكره كانت ماري هاسكل مش مي، وهذا ما اعترف به جبران في رسالة بعثها لها سنة 1926، قال لها فيها: أنت أعز شخص على قلبي في هذا العالم، ولهذه المكانة أكثر من مبرر في الواقع. فهذه المرأة كانت قريبة منه، تحيا بجواره عكس مي زيادة البعيدة عنه. وماري هاسكل عاشرته لمدة أطول من مي زيادة، إذ أنها عرفته سنة 1904 وكان آنذاك في 21 من عمره، وبقيت بجواره حتى وفاته عام 1931 عن عمر يناهز 48.
يعني السنوات المواكبة كانوا 27 سنة، مقارنة بمي زيادة المواكبة كانت 20 سنة. وبينما لم تعرف مي زيادة جبران إلا من خلال المراسلة، فإن ماري هاسكل عرفته في الواقع، فكانت له معينا ماليا ومستشارا ماليا حينما أراد شراء أسهم في شركات مالية، وسندا معنويا في مسيرته الفنية، فاعترف بفضلها ولقد أصبح فنانا بفضل ماري هاسكل. جبران لم يعترف بحبه لمي، هذا معروف. جبران لم يسعى للقاء مي زيادة، هيتلا أقرأ لكم هي. ورغم توفر وسائل النقل الحديثة وكثرة أسفار جبران، إلا أننا لا نلتمس أي محاولة لزيارة مي زيادة في المشرق، أو حتى مجرد دعوتها إلى لقائه في فرنسا التي زارها مثلا، ما يوحي بعدم رغبته في الارتباط أو اللقاء، عدا في عالم ضبابي دونما مسؤولية أو التزام. جبران ذلك الرجل المولع بالنساء، يعني هي معروفة عن جبران. بعيد عن العين بعيد عن القلب، بقرأ لكم هون بس المقطع الأول. لعل نظرية البعيد عن العين بعيد عن القلب تنطبق على هذه العلاقة، ليس من حيث البعد الجغرافي المعتبر فحسب، وإنما أيضا من حيث البعد الثقافي والفكري بين مي التي كانت تحيا في مجتمع شرقي محافظ مقيدة نسائه، وجبران في مجتمع غربي متفتح متحرر نسائه، فاختلاف نهج الحياة والثقافة والتفكير جلي لا ينكر، ما خلق حاجزا منيعا يضاف إلى حاجز المسافة بين مي وبين جبران. هذا عن موقع جريدة رأي اليوم الإلكترونية. في تقديم لا هوني خلاص بتوقع أني هذا اللي أنا نويت أني أقدم لكم إياه عن مي زيادة وعلاقتها بجبران وحياتها، ومقال من أدبها بخفة ظلها وطريقة تعبيرها. وأشكركم جميعا على متابعتي، وأعتذر عن الأخطاء وشوية الارتباك هذه اللي صابتني، وكمان القحة هاي اللي اجتني هيك أثناء القراءة. تحياتي أستاذ سامي، المايك لك. شكرا لك أخي صالح فخر الدين، أتحفتنا هذا الصباح عن هذه الأديبة الجميلة الرقيقة. أنت ذكرت مشكلة قراءة النص العربي، فما بالك لو أن هذا النص كتب بالأحرف ما بالك لو أن النص كتب بالحرف الكوفي كما هنا أمامكم؟ فهذه صعوبة كبيرة حقيقة في قراءة النص العربي. يعني من هنا جاءت مشكلة المسلمين مع النص القرآني، هكذا كتبت غالبية المخطوطات القديمة، ولذلك أضافوا له الحركات والنقاط. وكما ترى في الكتاب الذي بين أيديكم، الذي أريتنا على الشاشة، لا توجد فيه إلا نادرا الحركات. العرب اليوم يستغنون عن الحركات، وهذا يخلق صعوبة في القراءة. يعني أنت معذور في ذلك، عندما كنت أقرأ نصوصا في الكنيسة من الكتاب المقدس كنت يعني أتخوف من ذلك لهذا السبب. يعني قراءة اللغة العربية ليس بالسهولة تلك السهولة، وهذا من أسباب الذي جعلت أتاتورك يترك الكتابة العربية للكتابة اللاتينية، لأنه قال هذا أسهل لتعليم الأتراك، أسهل لتعليم الأتراك من اللغة العربية. بطبيعة الحال هذا أدى إلى ضياع الأدب التركي قبل التحول من العربية
إلى الأحرف اللاتينية. أريد فقط أن أشارككم، أظن آمل إني أجد الصورة. يظهر أن عندي بعض المشاكل، كنت أريد أن أشارككم صور من بستاني، لكن يظهر أنه هناك مشكلة. على كل، ليس هنا المجال. عندنا أخي سنحريب يريد التدخل. تفضل أخي سنحريب، تفضل، الكلام لك، صباح الخير، تفضل. مساء الخير. مساء الورد والياسمين والفل والفستق والتفاح والليمون والعسل، بكفي يا عزيزي. بيكفي، أمشي التفاح اللبناني. تحياتي للأخ صالح فخر الدين والموجودين في الشات، والأخ رضوان أيضا يطلب الرابط لأنه ممكن تطرح لي عشان يدخل معنا هذا الزنديق. اسكت اسكت. بالنسبة إلى مي زيادة، إلى الآن كثير محتارين في أسلوبها في الكتابة. هل هي، أو هذه الصورة جميلة هذا هو من شباك صومعتي، منظر من شباك صومعتي، وهنا باب المطبخ مع القط ينتظر الإفطار. وهذا المنظر لصومعتي، الشباك أعلى هو حيث أتكلم معكم، حيث أتكلم معكم. وهذا جزء من معرش لي، هذه البراميل أجمع فيها الماء الشتاء كما ترون. وهناك العنب، بدأت أزرع عنب لأعمله معرش. وهنا هذا قد يفيدكم لصحتكم. أضع حب في هذا وأتركه ينبت وأكله. على كل، أنا يهمني سماع صوتك وليس غير ذلك. تفضل عزيز قلبي، الكلام لك بعد. تسلم. إلى الآن كثير من يحاول فهم مي زيادة. مي زيادة كانت حينما تكتب هذه الرسائل أو بعض المقالات، ماذا كانت تعني أو تقصد؟ يقال أنها كانت نسوية وتدافع عن حق المرأة، ولكن هذا حقيقة غير صحيح. فهي أيضا كانت تميل إلى أسلوب عيش المرأة المحافظة في تقاليدها. كذلك مي زيادة اللبنانية الفلسطينية، لأنها لبنانية ولدت في فلسطين. طبعا بعد وفاة والدها أعتقد عام 1929، ثم تبعه وفاة جبران خليل جبران عشيقها الذي طال 20 سنة ولم يلتقي فيها إلا عبر الرسائل، وثم وفاة والدتها أعتقد في عام 1932، سبب لها كآبة وحالة نفسية أدى بها إلى أن تجلس بالمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، حيث كانت يصاحبها نوع من الانفعالات والاضطرابات. وأحيانا هناك من كان يتصل فيها إلى لقاء محدد معين، وحينما تأتي ساعة اللقاء ترفض لقائهم أو تقول أنا لم أكن قد وعدتكم أني ألتقي بكم اليوم، فأصبح مثل تنسى وبعض الأحيان تعصب وكذا. ولكن يقال أنها حينما فتحت ناديا لدعوة المفكرين والكتاب الذين كانوا يحضرون نادي مي زيادة ويظلون يتناقشون بالأفكار، ومن ضمنهم كان العقاد وكثير من كتاب لبنانيين وأيضا مصريين، وهي بينهم امرأة،
يقال أنها كانت تحب الجلسة مع الرجال وتتبارى معهم الحوار والكلام والأفكار أكثر مما تميل إلى الجلوس مع النساء، لأن تجد في ذلك نوع من التحدي. وكان كثير من يحاول يبادلها العشق الحب في رسائل، حتى قيل أن العقاد عشقها وآخرين، ولكن كانت هي تعشق جبران خليل جبران. ومع الأسف جبران خليل جبران كان في أسلوبه في الحياة يؤمن بالحب العذري الذي لا يفضي في نهايته إلى الزواج، يعني كان يتهرب من شيء اسمه جنس أو زواج، وهذا كان يبان في كتاباته ولكنها كانت تفهمه بشكل آخر. فنلاحظ أن جبران خليل جبران كيف كان يؤمن بالحب العذري، يعني يؤمن بأن الحب هو شيء عذري يوصلك إلى الكمال الأعلى، وأن الجنس هو يقتل الحب ويدنسه. فكان يقول الحب في الناس أشكال وأكثرها كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر، وأكثر الحب مثل الراح أيسره يرضي وأكثره للمدمن الخطر. والحب إن قادته الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ينتحر، كأنه ملك في الأسر معتقل يأبى الحياة وأعوان له غدر. فهذا الشيء تقريبا أثر في يعني في حياته يقال. وأنا كنت أتمنى أن أقوم بعمل حلقة عن حياة جبران خليل جبران، لأني أمتلك الكثير من يعني تقريبا قريت مؤلفاته كثير، وأمتلك الكثير من كتابات نشرت عنه باللغة الإنجليزية في أمريكا ربما لم تترجم إلى العربية إلى الآن، وهو جزء من سيرته التي شاركها بعض من كان يعايشه. ولكن سوف أذكر لكم سرا بعض المقالات التي كتبت باللغة الإنجليزية في أمريكا، وهو ليس سرا عفوا، يعني خبرا ربما يكون صادم. لماذا جبران خليل جبران كان يؤمن بالحب العذري الخالي من الجنس، أو يعتبر أن الجنس شيء مقيت أو ينجس الحب أو يقتل الحب؟ يقال أن في صغره وكان عمره 7 سنوات أو 8 كان يسكن في الحي الصيني هو في نيويورك، هو حي يعني كان تعبان تقريبا، وكان له جارة عربية أعتقد من نفس بلاده لبنان، فهي كانت كبيرة بالعمر يعني امرأة أعتقد متزوجة أو مطلقة أو زوجها متوفي أو شيء من هذا القبيل. فكانت دائما تدعوه أنه اتسخر، مثلا يقول له تعال يا جبران روح هات لي مثلا كيلو رز وتعطي له كم قروش يعني إكرامية إله، يعني يقضي لها غرض، تعال يا جبران هات لي كذا هات لي كذا كذا. فهو كان دائما يخدمها هو صغير يعني وتعطي له سنتات يعني. فيقال في وكانت دائما تجهز له مثلا حلويات أو طعام أو تعطي له بدلة هدية أو تعتني به، فهو كان يشعر فيها حنان الأم. وفي أحد الأيام ماذا حدث؟ قالت له تعال وجابلت له الحلوى، وبعدين هي كانت بتمسح على شعره وتقرص خدوده، فماذا فعلت؟ خلعت ملابسها وأخذت يده لكي تضع يده بين صدريها في صدرها، فمثل هو شعر بأنه هذه حركة جنسية وكأنه إيماءات منها تقول له شوف، يعني تعمل له إغراءات عشان يتحرش فيها جنسيا أو تبادل جنسي. فهو في تلك اللحظة ماذا جرى؟
شعر بالخوف والفزع وقام يرتجف من هذه الحركة، وهي تعتبر حركة مسيئة لأنه استغلال الطفولة، وهرب وترك الهدية والحلوى وهرب، ولم يأتي إليها أسبوع إلى أن وجدته خارج المنزل. قالت له ليش أنت ما تجي ليش؟ فكان يقولها أنا كنت أفتكرك أنك مثل أمي تمنحين الحنان، ولكن ما كنت أعرف أنه أنت يعني تعملي لي حركات وما أعرف إيش وكذا. المهم، فمن أثر ذلك الحادث وهو في طفولته أصبح يخاف من النساء ويخاف من الجنس، ويشعر بأن الجنس مثل أو الإغراءات، يشعر بأنه أنه تجني على يعني عفته، وتجني على يعني على شعوره الداخلي وأي شيء. فلذلك ولم يتزوج، وكان يبادل النساء برسائل حب، ولكن لا يستطيع أن يجهر لهم بأنه يحبهم من أجل أن يتزوج. هذا أثر بي كما أثر في بودلير الذي حدث له نفس الشيء وآخرين. هي أرادت قبل 20 سنة من الحب وتبادل الرسائل والخواطر والمشاعر، ولكن حقيقة يقال أنه كان يبادل الحب ليرضي خاطره، ويبادل الحب بالرسائل لكي يشعر بأنه رجل وأنه لديه مشاعر لا أكثر. وطبعا هو قسم من يقال أن الحالة الروحانية، يعني كان هو رجلا مسيحيا متدينا، الحالة الروحانية جعلته يعيش كالرهبان، يعني يعتزل النساء كالرهبان، يقدس حياة العفاف والشيء مثل حياة القديسين، وهذا ما ظهر عنده في كتاب الروح النبي الذي ألفه. وتقريبا هو كله يتكلم عن المسيح وعن الغنوصية أو التصوف المسيحي. أما ماي زيادة أصيبت بالجنون يقال، وتم حجرها حوالي 9 أشهر بأوامر من أهلها، ويقال أنه عاملوها بقساوة، إلا أنها تقول أنا لست مجنونة. فجرى حادثة أن محاميها زارها، قال كيف إحنا نقنع أهلك والمستشفى والناس أنك مش مجنونة؟ فطلب منها أن تلقي محاضرة في الجامعة، فألقت محاضرة وهي في حالة اكتئاب. بعدين قالوا هذا معناه أنه ليست مجنونة، وليش خاليها بالمستشفى الأمراض العقلية؟ فعملوا تقرير أخرجوها من المستشفى، ولكنها حقيقة كانت مصابة بجنون يسمونه جنون لا إرادي أو حالة اكتئاب لا إرادي، لأنها بلغت من العمر ولم تتزوج ولم تنجب أطفال، وفقدت كل محبيها أبوها وأمها وعشيقها، فأصيبت بمرض يسمى بالاكتئاب اللا إرادي. طبعا هذا كان يقود إلى نوبات عصبية وجنونية، وبعدين يقال أنها شفيت منه وقررت أن تعيش بمصر، وهناك توفت في مصر. لكن تحليل سؤالي إلى صالح فخر الدين، من خلال اطلاعك على أدب مي زيادة، ماذا أرادت أن تقول مي زيادة لقرائها للمجتمع؟ تحياتي، المايك معكم. شكرا على تدخلك استاذ سامي. المايك انت، المايك مش شغل. شكرا اخي سنحريب على تدخلك. حدد الموعد وسوف يعني اتيح لك امكانيه عمل حلقه لنا حول جبران، هذا يهمنا. تعرف يا دكتور سامي، انا تاثرت بالتصور الصوفي المسيحي عن طريق جبران خليل جبران. جميل. إذن متى سوف تلقي لنا تلك المحاضرة؟ هاي
هاي والله هاي هاي تعرف إيه. أنا كم واحد طالب من عندي أن أحضر في قناته وأقدم حلقة. هاي أنت من أول طلبنا 4 أشخاص، وأنا أواعدهم وأقول أيوة، لكن خليها على الأيام الجاية. أعتقد الأسبوع الجاي أنا فارغ، ما عندي مشاكل، وراح جميل أتواصل معك. جميل جدا، يسعدني ذلك. أنا عندي فراغ كل يوم 3 ويوم خميس وأيضا الأحد مساء، يعني عندي إمكانية للمساء، يعني مثل مش مثل هلا تعرف بتنزل لو بعد. تعرف أنا كم درست عن جبران خليل جبران، وكأنه لما أسولف لك عنه وكأنه هو شلون الشخص الملهم في حياتي، القديس الذي أتمنى أن أكون مثله. جميل جدا جميل جدا، فمعناته احنا هنطبع، اذا هنطبع في حلقة منك. اذا اختار يوم تريده، يا يوم الاثنين، يا يوم الثلاثاء، يا يوم الخميس، يا يوم الاحد، وصباحا او مساء لا هو فرق من ذلك. تقريبا أنا عندي وقت فقط سبت حتى بالويك إند، و خلاص إذا أحد من أحد أحد الأحداث أنا راح أتواصل معك، وقبل بيوم يومين أكتب لك على الواتساب بكذا كذا ساعة، جميل جدا أقارن الوقت ما بين سويسرا وأمريكا وأشوف مثل الوقت هلا، مثل هلا بمشيك إيه منيح. اخلص مثل هيك، يوم الأحد الصبح الحلقة لك، الأحد القادم، لنقول الأحد القادم صباحا لك إذا تريد، لكن اكتب لي ونحدد التاريخ. أوكي، أنا كنت أتمنى الأخ صالح يجاوبني، ما هي ماذا أرادت أن تقول مي زيادة للمجتمع في كتاباتها؟ تحياتي، هذا آخر كلام عندي. شكرا لك أخي سنحريب. أخي صالح الكلام لك. تحياتي سنحريب، تحياتي. أنا شايف كمان الأخ رضوان. أول شيء أنا أنتقد كلامك بأنه لا تعتبر مي زيادة كاتبة نسوية، لأنها كانت تفضل جلسات الرجال على جلسات النساء، لا توجد علاقة. فبطبيعة الإنسان أنه يميل إلى يعني اللقاء أو محادثة، النساء يميلون إلى محادثة الرجال والرجال يميلون لمحادثة النساء، وهذا لا يعني أنها يعني مش نسوية، فهي إلى صف النساء بكل تأكيد. وفي هناك مقالات مثلا عن كاتبة البادية يثير، وحتى في محاضراتها التي ألقتها في كثير من الأماكن وفيها كتب بهذا الموضوع، كلها تشير إلى وقوفها إلى جانب المرأة. هي نقطة. النقطة الثانية أنه مي زيادة ما كانت يعني ما فيش أهداف، يعني ما فيش هدف لكتاباتها، أو ما فيش مجرد تعابير، أو لا، بالعكس هو نوع من الأدب أنشأوا أول شيء الكتاب فرنسيين أدب المراسلة، وهي استمرت في هذا النوع من الأدب. وهي ما كتبت، ماذا كتبت؟ كتبت مثلا مثل المقال اللي قرأت لكم إياها، المي والطفل. يعني المقالة هاي عبارة عن نزلت على الحديقة ووصفت ماذا صار معها. ولكن أنا أريد أعيد لك السؤال بسؤال آخر أخ سنحريب، وأسألك، هناك مقال فتشت عنه ولم أجده لمي زيادة، يحكي قصة سفر بواسطة الباخرة أو السفينة من شاطئ بيروت إلى شاطئ إيطاليا. إلى مصر، إلى مصر أظن، إلى مصر. ومرت السفينة قبالة شواطئ فلسطين، وأصابها الحنين، وتحدثت عن الحنين لمدن فلسطين، يافا وحيفا وهيك، وتحدثت عن أيضا حوادث شخصية صارت معها أثناء هذه السفرة. فإذا لقيت هذا المقال رجاء أعطيني خبر أو هو بعث صح، لي الوقت. أدب الرسالات هو نعم كان أدبا قديما على فكرة. كان أدب الرسالة هو
يعني كان الدارج في تلك المرحلة في عام 1700 1800 إلى 1900 كان يسمى بأدب الرسالة. يعني كان هناك مراسلات ما بين أعتقد ليو تولستوي وبين محمد عبده هذا المصري، وكان أدب الرسالات ما بين أيضا كتاب روس وكتاب فرنسيين وكتاب عرب، يعني كان يتبادلون بالرسائل. هذا مثلا يستطيع أن يكتب بالإنجليزية، هذا يكتب هو مثلا بالروسية ليو تولستوي، فيستلم الرسالة يترجمها الشاعر أو الأديب، وهو أيضا يكتب له كذا. فكان أدب الرسائل هو أدب قديم، هذا صحيح، ولكن كانت في رسالات هي ما الرسالة التي تريد أن تقدمها المجتمع؟ مجرد هي السيرة الذاتية أو رؤيتها للطبيعة أو للعالم أو الأوصاف، يعني تقول ما كان لديها هدف معين. طيب عموما كل كاتب هو يتأثر بمدرسة أدبية، يتأثر برؤية. على سبيل المثال كأني أنا كشخص أدرس الأدب الشكسبيري، شكسبير تأثر بمدرسة طبعا الرومانسية اللي هي المأساوية، يعني شكسبير لم يتحدث عن الكوميديا، لأن تلك المرحلة كان يسمونها بالأدب المأساوي، الأدب التراجيدي اللي به نوع من العنف، البكاء، الألم الداخلي. وهو تكلم عن حاجتين مثلا عن شكسبير، الفضيلة والرذيلة، الـ virtue and vice، بمعنى أراد أن يقول شيء للمجتمع. بعض الأحيان أن تفعل خيرا تلقى شرا، وإذا فعلت الخير ولقيت الشر إيش تسوي؟ هل تقف عن الاستمرار في مسيرة الخير إلى هذا الأمد، أم سوف تستمر في الخير وتتحمل عواقب الشر لتثبت إنسانيتك؟ هذا الذي كان يريد أن يقول. مي ماذا كانت تقول؟ أنت تقول ليس لدي هدف. أحسن حريب، تفضل. يوجد هدف، يوجد هدف. أنا بدي اختصر وأعطي الكلام للأستاذ سامي. أقرأ مقالات، أنت مش قاري لمي زيادة، اسمح لي أقول لك. فهي كانت مع المرأة وهي طالبت بحقوق المرأة، وكل مقالاتها عن المرأة، فكان لمقالاتها هدف. أنت لم تقرأ، اسمح لي، لم تقرأ لمي زيادة، قرأت لجبران. قرأت نعم القليل، ولكن نعم، فلا تستطيع أن تقول لا يوجد هدف. وهي كتبت ولم تقلد أحدا، ولم تكتب يعني ولم تقتبس، إنما كتبت أمورها بشكلها الشخصي، وكانت يعني تلقي مقالات وتطالب بحقوق المرأة وبالعدالة بين المرأة والرجل وكل ما هنالك. فملان مقالات بهذا المجال، فقط اقرأ. تعرف من ضمن لا يوجد أي امرأة كاتبة أو شاعرة من ضمن ضيوفها أبدا، كانت تحب الجلوس مع الرجال فقط، وما غير ذلك. وأصلا كانوا كلهم رجال، يعني الأدباء، شو يعني الأدباء كانوا في كان أديبات. ليش كاتبة البادية كانت امرأة، وهي كتبت كتاب عن بادية، عن كاتبة عن البادية، عن كاتبة البادية. لا لا، ما فيك تقول هيك. يلا يعطيك العافية أستاذ سامي، يعطيك العافية. أنا أسلمكم الميكروفون. شكرا أخي صالح، وشكرا أخي إسان حريب. أخت ابتسام تشتكي لنا، أخت ابتسام تقول يجب أن تبرر الكلام للآخرين، فيعني كل شيء ولا زعل ابتسام. الكلام لأخونا نبي الحب والفن، تفضل. نعم، أهلا وسهلا وصباح الخير. أنا مع ابتسام بصراحة، يعني أزعجت بعض الشيء بعجالة، يعني الأشياء التي تتعلق بالبرمجة. ومتى سنحريب وإنسان صديق القناة، هذه مناقشات نعملها في الخاص، هذه الحلقة لمي زيادة ولصالح فخر الدين لكي نستفيد. وأنا أرى بأن في شهرين يعني العدد المشارك يعني صعد من 81 ألف إلى 82 ألف فاصلة ثلاثة. نحن في زيادة،
فخلي يعني الجمهور ما عنده دخل في البرمجة أو الأشياء هذه. معذرة أن أقول أرجوكم أرجوكم، لأن هذه قراءة، أنا أريد أن أرى وجه صالح فخر الدين إذا أراد لكي أقرأ ملامحه، وأحب أن أقرأ عيونه يعني رجاء، لأن بدون مجاملة وأقولها لآخر مرة، يعني جودة هذه القراءة جودة عالية جدا من ناحية اللسانيات، من ناحية الأدب. دعنا أن نستفيد وهدموا رؤوسكم في الخاص عن البرمجة، أعتذر. أنا أشكر صالح فخر الدين، أنا في مع طلبتي الآن في شرح ألبرت كامو من ناحية اللسانيات، وأنا أهنئك يا صالح بأني السنة الجاية سأضع خليل جبران ومي زيادة في البرنامج. هذا الذي وصلت إليه يعني لك تأثير كبير حتى في برنامج يعني الدراسة، وهذا جميل من هذه القناة. أنا أعدك سأترجم ويعني أعمل درس أو درسين حول ميزيادة، لا ما كنت أعرفها. لماذا أصبحت أعشقها صالح فخر الدين؟ لأن الخلاف بينها وبين خليل جبران هو لساني محض، وهي عبقرية في التعبير، فهي تنحت في السينتاكسيس تعرف، وتنحت في السيمانتيك. المقالة أنا والطفل، إذا أخذت منها جمل متفرقة وركبتها لك شعر، ما رأيك؟ أنا سأقرأ ولن أقرأ هذه المقالة. كأنك عصير ورد فتجمد ونحث بشريا، هينا عند تبلغ سن التجند ستصبح جندية، لأن غدا تنمو جسدا ونفسا، غدا تعذبك المسؤولية. صوت الآذان الذي يردد في الفجر هو في المساء والعشية، عم قريب يا صغير تعرف ما هي الميثولوجية، وتعرف ما هي، أنا أضيف، وتعرف ما هي التراجيدية. كلمات مي زيادة أضفت فيها جملة واحدة، هذه هي عبقريتها. ونادرا نادرا أن تجد كاتب أو كاتبة باستطاعته أن يكتب بها الطريقة. جرب وخذ جمل متفرقة متناثرة وركبها لك شعر. هذا الذي أردت أن أشاطره مع المتابعين. نعم، أدب الرسائل. أدب الرسائل يا أخي اختفى أو لم يكن عند الشعوب العربية. أنا أراسل أستاذي إيفو ديون، طلع مرة في الحلقة كتابة وأبوح له بالأسرار، هو جنس فني جميل لن يندثر عندنا، وبيننا عقد يعني في الرسائل. إذا توفى أنا أقول له أسرار على نفسي، فيقول لي أنا لا أحكم نفسي، يعني ورثتي بإمكانهم أن ينشروا هذه الرسائل، أنا أقبل وهو يقبل ونتضارس الأشياء. أما تجربتي مع الشعوب العربية، نكتفي بالواتساب وبرسائل قصيرة، وقد لا نرد. أنا أتكلم حتى على عيبي أنا، وقد لا نرد. أنا متأسف جداً لكي نتشاطر الأفكار ولو كان على الواتساب. أما من ناحية الجنسية، نعم في تحاليل كثيرة، ولكن بإمكاني أن أتكلم حول طقوس الفنان وأختم، كان كاتبا أو رساما، وخاصة الرجل لا نخف بأن حتى الرجل يصاب بفترة يمر، لا يصاب، لا جنسية asexual. أنا مريت بفترة لا جنسية asexual لمدة 5 سنوات، والآن أنا في فترة لا جنسية، لأن تركيزي أو شعوري أو موجه لأشياء أخرى. وتعقيبا على أخ سنحريب، لا يمكننا أن نقول من زيادة أي شخص أصيب بحالة جنون أو اكتئاب لا إرادي، لأن الجنون والاكتئاب في أصله لا إرادي. هنا يعني خطأ
كبير. إذا أصيب أحد بالاكتئاب فهو دائما لا إرادي، هي أصاب ممكن باكتئاب. وأنا أرى ما قرأته قبل هذه الحلقة عنها بعيد عن الجنون وقريب عن العبقرية. مودتي وتحيتي والشكر لصالح فخر الدين وأستاذي سامي الطيب وسنحريب ولكل المتابعين، شكرا. شكرا، ومكانك وكلامك في مكانه، المواعيد تؤخذ على الخاص. شكرا لك أخي صالح. تحب ترد أو من يريد أن يتدخل أيضا؟ تفضل أخي صالح. نعم أريد أن أتدخل، أريد أن أقرأ لكم بالإضافة للي ذكروا الأخ رضوان عندما قالت مي: قلت قرت عينا أمك بك وأي عمل يعمل أبوك؟ قال هذا الطفل: قال ولثغاته اللطيفة تتدحرج على لسانه متعثرة بشفتيه. بابا ضابط وأنا عسكري مثل بابا. يعني كيف تصف هذا الولد وهو يتكلم؟ تعرف الطفل هيك يكون عم يتعلم الكلام، وكيف عبرت عن هذه اللحظة؟ صراحة يعني أعطت صورة شعرية بليغة كيف هذا الولد عم يحكي. فلا نستهين بمقدرة مي. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، مي ربما فتشت عن فارس أحلامها، ربما فتشت عن توأم روحها، ربما فتشت عن نصفها الآخر، فجربت ربما في جبران هذا الشخص، ولكن يبدو أن ليس جبران هو فارس أحلامها الحقيقي، فعاشت وحيدة. يعني نحن يجب أن ننظر إلى الأمور بمنظر بمنظور آخر، من وجهة نظر المرأة. ماذا تفتش المرأة؟ المرأة بحاجة للرجل أكثر ما هو من الرجل بحاجة للمرأة، هذا حسب رأيي في الواقع. فهي بحاجة للنصف الآخر وتفتش عنه بذاتها وبقلبها بدون أن تظهر ذلك، ولكن مي تجرأت وفتشت أيضا بشكل علني. هذا ما أردت أن أقوله، يعطيكم العافية. شكرا. شكرا أخي صالح. أختنا ابتسام معنا، تفضلي يا أختي ابتسام، وحشتينا، تفضلي. شكرا نبينا سامي، شكرا صالح. يعني بصراحة وسن حريب نبينا نبي الحب والفن رضوان، أنا معه تماما بكل كلمة آلة، وتحديدا الوقت للمداخلات. نحن اتفقنا إنه إذا ما في حدا بالدور، يعني إنه الواحد بيحكي قد ما بده، بس لما يكون في حدا بالدور بنلتزم بالجرس. سامي أنت نسيته يا نبينا سامي. تمام، أنا هلأ ما في حدا. يس صالح، ما بعرف إذا الإمرأة بحاجة للرجل أو الرجل بحاجة لأمرأة، هذا الشيء مش. لكن ردا على سن حريب، إنه المرأة مي زيادي الشاعرة، يعني أنا بعتبرها فريدة من نوعها، هي اجتمعت أو كانت تجتمع بالرجال، ليس لأن هي بتفضل تحكي مع الرجال كذكور، لكن نحن مجتمعاتنا نادراً ما بتلاقي امرأة تقعد معها وتشبع مخك أنت كامرأة أنه تحكي مع امرأة تانية بعقلك، بالعقل يعني بالمخ، بالثقافة، بالاهتمامات، شو عم يصير بالعالم. النساء معظمهم بشكل عام، العرب نحكي، ما بدنا نحكي على الغرب، يعني بالألف وحدة لتلاقي امرأة تشاركك مثلاً أنه بتقرأ شعر أو قرأت كتاب كذا، أو فأنه مي زيادة عم بتشارك هدول الرجال هاي الجلسة، مش حباً لأنهم هني رجال، I don't think so، لأنه هني بيشبهوها. هلأ نحن مثلاً بمجتمعنا أنا بحب أقعد مع النساء وبنبسط معهم، برتاح مع الجنسي أنا، بنفس الوقت ما بشعر انه عم بشبع فضولي الثقافي، شو عم يصير بامريكا، شو عم يصير بسوريا، ما بيشبعني هذا.
فأنا بحب أقعد مع، بتمنى أقعد يعني مع الإنسان أو الشخص يلي بيشبع لي دماغي عقلي يعني. شكرا صالح، خاصة مداخلتي نبينا سامي. شكرا أختي ابتسام، أنت أضفتي شيء جديد. فعلا كثير من المحادثات يا للأسف في بعض الأوساط النسائية ركيك، وكبار المثقفين كما قال أخونا صالح فخر الدين كانوا رجال في زمنها، إلا استثنينا يعني نساء نادرات مثل باحثة البادية وهدى الشعراوي، لكن هذا يعني هذه نوادر في ذاك العصر. أوكي، من إن كان يريد أحد منكم التدخل فليتدخل، صارت ساعة وعشرين دقيقة، نريد أن نعطي فضل تدخل قبل ما يجي حدا، بس عاوز أضيف كلمة. تفضلي. تفضلي ابتسام. شكرا. لا تنسى صالح وسنحاريب أنه المرأة العربية ذات العقل الراجح والقوي والشخصية الفذة، الرجال بيخافوها، هني بيحبوها يس، بيحبوا يجتمعوا فيها يس، بس أنه يرتبطوا فيها، أنا بتمنى نعمل حلقة هيك مع النساء عندنا بالتشات، أنه بيخافوا من المرأة ذات العقل يلي فيها مخ، هني هدول بيحبوا يرافقوها، بس هني بيحبوا يرتبطوا بنساء فقيرات بالعقول يعني ما بدي أحكي أكثر من هيك. فما بنقدر نحن نحكم على مي زيادي بهي الطريقة، وأسفة على الإيطالي نبينا سامي. شكرا. أوكي، أظن أخي صالح فخر الدين وهو صاحب الحلقة يريد التدخل، تفضل أخي صالح. أخي صالح تفضل، الكلام لك. أنا صراحة بس بدي أحكي عن موضوع الحلقة الجاي، إذا في متدخلين يحكوا بموضوع الحلقة هاي فلهون المايك، بنتحدث عن الحلقة الجاي مشان إذا بتخلص الحلقة نكون كل واحد علمه معه. أنا عندي بس مداخلة في دقيقة عجالة إذا تسمحوا لي. أستاذ سامي أعطي صوتك. تفضل أخي سنحريب، تفضل. هي واحدة من المسائل حول مي زيادة، هي تقريبا مي زيادة، هي تأثرت بأسلوب جبران خليل جبران في القضايا الروحانية أو ما يسمى بالرهبنة، يعني هي كانت أيضا تعشقه وتحبه ولكن لا تتمنى الزواج منه، يعني علما كان في صالونها يرتاد الكثير من الشعراء والأدباء والكتاب، طه حسين العقاد وحسن الزيات وغيره وغيره، ولكن الدليل على ذلك أنها كانت دائما تقرأ أشعار الصوفيين العرب، وكانت من أكثر الناس إعجابا بابن الفارض اللي هذا الصوفي، وأيضا كانت بعض الأحيان تفضل الجلوس مع الراهبات لكي تتعلم منهم الترانيم وشيء من هذا القبيل، ولكن هي امرأة عبقرية لأنها كانت تجيد يقال 9 لغات، فالفرنسية والإنجليزية، وتابعت دراستها الألمانية والإسبانية والإيطالية وبالإضافة إلى العربية، يعني كانت هي في مرحلة تحدي، يعني كامرأة عبقرية تريد أن تتحدى الرجال، تقول لهم إذا أنتم عندكم فكر وأدب وعقل، أنا أيضا كامرأة أقدر أوصل إلى مراحل الأدب والفكر والعقل وأناقشكم وكأني رجل مثلكم، يعني تقريبا هذا هو تحدي مرأة عربية في مجتمع ذكوري، إني أستطيع أن أكون بقدراتكم الفكرية وعطاءاتكم الأدبية. تحياتي. شكرا أخي سنحريب، الكلام لأخي صالح، أظن هذا هو موضوع الحلقة القادمة ليس كذلك؟ نعم،
هذا الكتاب صراحة اللي لفت نظري له المتابع فيومي فيومي، وأنا أشكره. كانت في حلقة بإحدى القنوات بقناة الأستاذ ثائر، وتحدثنا عن موضوع حب وما حب، وجبنا على سيرة المرأة، ودخلت أنا، وأنا كنت عم فكر بكتاب ثاني غير الكتاب هذا. أنا بدي أعرضه عليكم كمان هون، هاي صورة الكتاب إذا بدك تكبرها. أي أكيد أكيد. ثانية واحدة، أنا اتفضل. هذا الكتاب ورقي، هذا الكتاب ورقي، إذا بدك تبس منه أشياء أنا بحكيها حكي. نعم. ولكن هذاك الكتاب كتبت المقدمة تبعه كمان دكتورة في مواضيع علم النفس اللي بتخص المرأة، وأنا أعتقد أنه هذه مواضيع جدا قيمة، جدا قيمة، ولازم كل رجل يعرفها وكل مرأة تعرفها. وهذه الأمور لا يجب أن نستهين بها أبدا أبدا، كي نعرف أن نستمر بهالحياة هاي اللي نحن على وجه هذا الأرض. يعطيك العافية، هاي تقريبا مسك الختام تبعي. شكرا شكرا أخي صالح، شكرا. أنا إذن سأسجل هذه، بحث في سيكولوجية الأعماق المرأة عن السبت القادم. هذا تنوع جميل في قناتنا، ندخل في جميع المجالات، جميل جدا. أختي ابتسام، أترك لك مسك الختام، وليس كلام بعد ابتسام. ما بده يتدخل نبي رضوان؟ تفضل نبي رضوان، تفضل الكلام لك أخي رضوان. ما بده يتدخل، شو أسوي لك يعني، أجبره؟ أطخه يعني، أطخه. صالح، أنت لازم تكون جاهز للحرب النسائية، يعني أنت بدك تكون ready للحلقة اللي بدك تقدمها، خاصة أنه عن النساء، فالله يعينك. لا، للحقيقة مش راح تكون عكس التيار، أنا قرأت الكتاب وحضرته وتقريبا جاهز المادي، راح تكون بالاتجاه الصحيح، والنساء راح تقيم هذا الموضوع كشيء في صالحها وليس ضدها وليس عكسها. ولكن لا بأس بالانتقاد أخت ابتسام، لا بأس، مش الانتقاد بمعنى أنه نحن كمان عنا أفكار وعنا تجارب شخصية ممكن نضيفها للحلقة، يعني ايه صحيح صحيح. نحن ما في هوني، ما في يعني، نحن we're not debating، عرفت كيف؟ بس أنه نحن رح يكون كنساء لنا تجاربنا الخاصة وطموحاتنا في نطق المساواة، مثل ما بيقول نبينا سامي، بالحصول على حقوقنا والديمقراطية. راح تشوفوا بهالكتاب أشياء كثير راح تعجبكم. أوكي، شكراً. نساء العالم. شكراً. تحياتي. نعم. شكراً صالح. شكراً صالح، شكراً رضوان، وبنحب نلتزم بالوقت ونرجع الجرس نبينا سامي، الله يخليك. شكراً أختي ابتسام، هذا المساء عندنا لقاء، الحوار الأسبوعي يوم السبت. أنهي هذه الحلقة، أشكر أخي صالح فخر الدين لكل أيام السبوت في وحي الصباح، هذا يسعدني فعلاً أن نفوق مع الأدب، مع الأدب الجميل. تمنى للجميع نهارا سعيدا وليلة سعيدة، ودمتم جميعا على خير. مع السلامة.